وحول قضية إغلاق واشنطن لقنصليتها في البصرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أستاذ العلوم السياسية قحطان الخفاجي. أهلا ومرحبا بك أستاذ قحطان. بداية، محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي صرح بأن إغلاق القنصلية مؤشر على خطورة أوضاع البصرة في الأيام المقبلة. ماذا قرأ النجيفي من القرار الأمريكي ليصرح بهذا التصريح؟ حياك الله وحيا القناة وحيا المشاهدين الكرام. حياك هذه الله. قراءة يعرفها الجميع وكل من يفهم الأمور السياسية، وأنا أتعجب كيف عرف أثيل النجيفي وهو لا يعرف أن يدير محافظة. حقيقة الواقع الحال، نعم، الذي يحصل الآن في البصرة إغلاق القنصلية الأمريكية وأبعد من مجرد خلاف ومجرد خطر أمني قد يداهم كما ذهب السبب الأساسي، بل هو عبارة عن دالة لتصعيد الأمريكي الإيراني في عموما وفي البصرة خاصة، وبالتالي هو ينظر إلى زيادة التقاطعات وزيادة الاعتداءات القرارات الدولية من قبل أمريكا والأمم المتحدة لإيران ولأطرافها في بغداد. لذلك نقول أنها بداية إلى وضع عراقي عصيب جدا قد لا يكون بالسهل احتوائه. طيب، يعني في سياق واشنطن تحذر رعاياها من السفر إلى العراق بسبب اضطراب الوضع الأمني، وهي رسالة أيضا من حكومة لرعاياها، وهي هل هذه رسالة للرعايا الأمريكان فقط أم للحكومة العراقية برأيكم؟ بالتأكيد المقصود رقم واحد الحكومة العراقية، والمقصود رقم أيضا واحد وقد يكون واحد مكرر هي الأحزاب العراقية الموالية لإيران. الوضع الأمني كان في أيام سابقة أكثر هشاشة من الحالي، ولكن ليس هناك كان خطر على تصاعد التقاطعات الأمريكية الإيرانية، أما الآن فالأمر قد تصاعد كثيرا، وبالتالي هذا الذي نخشاه، وهو أن الرسالة هي واضحة للحكومة العراقية وللأحزاب السياسية العاملة، وأيضا بالتحديد النهائي إلى رعاياهم، لأن قد تدخل الأمور في معمعات كبيرة قد يدفع بعضها المواطن الأمريكي، وبالتالي نحن هذه كأنها بداية للصراع على أرض الواقع عميق بين إيران عمليا مع أمريكا. واشنطن تقول أن ميليشيات طائفية في العراق تهدد حياة الأمريكيين والشركات الغربية. هل تعتقدون أن القوات الأمريكية المتواجدة على أرض العراق يمكن أن يكون لها دور لتحجيم هذه الميليشيات في المستقبل المنظور؟ القوات الأمريكية اللي في العراق ممكن تحجم دور الميليشيات، قصدك العرب بسؤالك؟ نعم. القوات الأمريكية أنا في رأيي الشخصي أمريكا لن تجازف وتدخل مباشرة بأي قوة أمريكية للعراق نهائيا. أمريكا وعد اللعبة جيدا ولم تكرر خطأها الذي حصل في الماضي. أمريكا لديها عناصر في العراق تقاتل باسمها، ثم إيران لديها عناصر عراقية تقاتل باسمها، وبالتالي كطرفي الصراع يدفع به أتباعه العراقيون العراقيين التابعين لهم لكي يتصارعوا فيما بينهم وتدخل المعمعة العراقية باقتتال الفيون طائفي. قد يحصد الآلاف من الطرفين ويكون في نهاية المطاف أي طرف فائز. دكتور قحطان، هل أنت معي؟ يبدو أننا فقدنا اتصال بالدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية من بغداد. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.